معنى الحمد، الحمد لله رب العالمين. لما نيجي نتكلم عن الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد أعم من الشكر. نشكر ربنا سبحانه وتعالى، نشكره على الصفات، الحمد على الصفات والأفعال، فهو مستحق الحمد. أنا دايما بركز معاكم على موضوع النعم، وإن احنا نشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى ونحمد الله سبحانه وتعالى على النعم دي. ده أمر على فكرة، أمر محتاج مننا وقفة. لازم لك ورد للحمد كل يوم، الحمد لله على الزوج، الحمد لله على الأولاد. حتى لو أنت شايفة، يعني حتى لو أنت شايفة إن لا، ده فينا نواقص، ده في احتياجات، طيب تمام، ارميها الرب الإمدادات، ارميها الرب لقاضي الحاجات. لكن كلمة الحمد ذات نفسك في لسانك، الله سبحانه وتعالى يجزيكي ويزيدك. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ده أمر على فكرة، يعني قاعدة معادلة، اشكري هيزيد. بس عشان اشكر لازم اشوف. هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان احنا مش بنشوف اصلا، علشان كده مش بنحمد. فتعدد او انك تعدي النعم كل يوم، كل يوم بعد صلاة الفجر، كل يوم قبل ما تنامي، وخليه ورد ثابت يا بنتي. الورد ده يا رب لك الحمد على كذا، لك الحمد، واذكري اذكري ولك الحمد على كذا. لما بنيجي في الفاتحة ونقولها 17 مرة في اليوم، و17 مرة فيها منها 17 مرة بقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ايه؟ على ما دام التدبر، ما دام الخشوع برضو، انت بتحمدي على ايه؟ المفروض ان انا ابقى فاهمة الكلام ده كويس. بحمد على تعدد النعم، على كذا وعلى كذا. حطي في كل مرة نعم، في اليوم في في في, في الصلاة مثلا الفجر نعم، ادي كذا، يبقى عندك 17 نعمة في اليوم انا بحمد الله سبحانه وتعالى عليها. انا يعني الموضوع ده كنت بكلم فيه اخوات مرة، واقول لكم علشان بس اقول لكم حال الناس في الكلام ده. كنت مرة بتكلم مع مجموعة من الناس على موضوع الحمد، وان احنا نحمد ربنا وكده، وبعدين قلنا يا جماعة احنا هنيجي المرة الجاية في الاسبوع الجاي نتكلم كم كلمة حمد جات، وكم كم واحدة جابت نعمة شكرت عليها. فلقينا ايه؟ لقيت اخت جاية، وانا بقول لكم الكلام ده بس عشان تعرفوا، عشان النساء ما يقعدوش يقولوا لي ايه، لا ده صعب ومش صعب ومنعملش الكلام ده ومش لا لا لا. خليني اقول لكم على على الاخت دي جابت ايه. جابت 300 نعمة. بتقول لي 300 نعمة دي خاصة بي انا، ان 300 نعمة خاصة بالأمة اللي هي اسمها فلانة. بتقول لكم اسمها دلوقتي. 300 نعمة دي جابتهم وكتبتهم وقالت لي انا عايزة الورقة دي تتحط معايا. قلت لها بصي، الاول حطيها في قلبك، يعني حطيها في قلبك، وبعدين بعد كده يعني هي خلاص مش محتاجة طالما رسخت في القلب. قعدت اقرا معاها النعم، لقيتها كاتبه ايه، حاجه جميله، يا رب لك الحمد على نعمه كذا في الموقف الفلاني اللي كنت معايا فيه يا رب، والهمتني الفعل وارشدتني ووفقتني لهذا الامر. حاجه جميله جدا. الاخت ديت هحكي لكم بس موقف بسيط عليها. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان يا جماعه اللي بيشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيبقى حاطت في دماغه النعم بيبقى راضي، والرضا مرتبة عالية. يعني احنا ما بنيجي نقول لا ده الصبر ومش لا، والرضا، الرضا مرتبة عالية. خلينا اقول لكم هي عملت ايه. كانت تقول انا نفسي اطلع حج، انا نفسي اطلع عمرة، ربنا ما يسر ليش اللي بتاعنا نطلع حج واطلع عمرة. وقعدت تتكلم كلام يعني صراحة يوجع القلب على الموضوع، انا كنت في العمرة وانا كنت كذا. المهم قعدت قالت انا احمد ربنا على الحال اللي انا فيه، واحمد ربنا على الوضع ده. انا بس بحكي لكم القصه دي عشان تعرفوا ان كل شيء في ملكوت ربنا، كل حاجه وكل النعم في ملكوت ربنا، ما هي الا كن فيكون. ربنا لو اراد وشاء خلاص كان. فايه اللي حصل؟ فجت يعني قعدت تدعي وتحمد ربنا وخلاص ان انا راضيه بالامر وكده، وكانت تكسر. بقول لكم جابت 300 نعمه خاصه بيها، مش بس نعمه عقل العين الهواء، لا لا، نعم خاصه بيها هي. انا قعدت اقول والله ده ربنا فعلا يعني ربنا من عليها، لان دي بتبقى منا صراحه. المهم قعدت تحمد. فحصل ايه؟ حصل انها اشترت اله، جهاز من الاجهزه عليه سحب على الحج والعمره يعني، وبعدين كسبت. كسبت عمره. قلت لها والله هذه بركه رضا قلبك وحمدك على الحال، حتى لو انت كنت ما كانش فيه فلوس وما كانش مش عارفه ايه وما كانش ايه، ولكن حال قلبي على الحمد ذات نفسه، وعلى ان انا شايف ان وراضيه، فرضاكي ربنا سبحانه وتعالى. كريم سبحانه، ربنا كريم يا خوات، ربنا كريم يا بنات.
لما يبقى لي حال مع ربنا في الحمد، بس لك الحمد، لك الحمد حتى طر، انا راضي يا رب وبحمدك وانا شايفه ان يا رب لك الحمد. والله الواحد يعني لو في حاجه فوق كلمه الحمد يعبر على امتنان القلب لله، يزيدك ولئن شكرتم لازيدنكم. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم.